يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا لم يرد، هذا بدعة لم يرد. وحديث اللي يروونه توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا مكذوب، هذا حديث مكذوب، كما مر بكم في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية. فالتوسل بالجاه هذا لا دليل عليه، فهو بدعة. نعم.